أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يوم. ما هي الضوابط الأقاليمية والأخلاقية التي من شأنها الرفع من جودة هذا الإعلان؟ لإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يحضر معنا دكاترة كما قلت متخصصون في المجال وأساتذة وصحفيون مقتدرون. مدينة فاس بهذه المناسبة تشرفت مهندس مدينة فاس، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل كذلك للدكتور علال العمراوي النائب الأول لعمدة مدينة فاس. نهاية الأسف مع رحيل العلامة البالي رحمه الله، كان أستاذا بارزا وعالما جليلا مرتقى، وكل شركائه وضيوفه وحضوره بتعزيهم القلبية الحارة لأسرته الطاهرة. بالإجابة على هذا اللقاء الهام على العديد من الأسئلة الرائعة، ولعل أبرزها على الإطلاق أن التحول في نحو الإعلام الإلكتروني إلى تراجع الاهتمام بالصحف والمجلات والمحفظات إلى العناية الفائقة والاهتمام الوافر إرضاء للحاجة العلمية والثقافية لساكنات هذه المدينة التواقى دوما للتمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أولا أشكر الحضور الكريم الذي حضر لهذا الملتقى الأول بالصحافة الإلكترونية بمدينة فاس، المدينة الجميلة، المدينة التي لها تاريخ عريق. من مدينة آسفي وباسم الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية أقدم تعازيا خاصة للعلامة الشيخ أحمد غازي الحسيني الذي توفي أمس، وهذه يعني بصراحة خسارة كبيرة للأمة المغربية والأمة الإسلامية التي فقدت هذا الشيخ من هذا الوسط الثقيل. فتعازي الحارة لأهل مدينة فاس وللمغاربة وللأسرة خاصة. لا أنسى دائما الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2000 جون، الذي وجهه للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، والذي دعا فيه الأسرة الإعلامية المغربية إلى النهوض بالإعلام الوطني بمختلف أجناسه. ونحن الآن نرى وبعد الدستور الجديد الذي أعطى للصحافة حقها وأعطى للحرية مساحة شاسعة والحق في الوصول إلى المصدر والمعنى، على أن يتم تنظيم هذا الملتقى بمدينة فاس بعدما كان سننظمه بمدينة آسفي، لكنه أصر وأوجه إليه بكل سر. حدود 20 دقيقة لكل متدخل. يقول له أعطيني السياق وما تعطينيش المعنى، بمعنى أن السياق أهم من المعنى. وحقا أنا بغيت نبدأ بجوج ملاحظات بسيطة، ولكن هي الأصل في كل ما يجري، ولربما في ما سيجري في القادم من عقود وسنين. الملاحظة الأولى هو أن العالم يعيش هذه 10 سنين 15 سنة، أنا غادي نضرب بالدارجة وعربية فصحى وفرنسية باش مش عندنا إكراه باللغة وإكراه. فأنا كنت أتصور أن العالم يعيش منذ حوالي 10 سنين 15 سنة، لا أقول ثورة تكنولوجية، ولكن أقول طفرة تكنولوجية حقيقية في البيوتكنولوجيا، في الطب، في الصيدلة، في النوفو ماتيريو وفي غيره، ولكن ثورة حقيقية أيضا. موضوع الأخلاق موضوعا حاضرا إلى حدود اليوم، واليوم نتحدث عن مدونة الأخلاق في مجال الإعلام بشكل عام. لذلك أو أصبح يدخل على في محيط التغيير في محيط التغيير في محيط الأشياء. أعطي مثال يا رب عندنا معروفة مسألة معروفة لممكن أي مجتمع وضع أي مجتمع يدخل كل عمر الوقت أو هذا الجهاز الإلكتروني
Gracias.
دريك استاذ في الملتقى اش ملتقى سولنا الملتقى سولنا على فاز صافي ما فاش شتي فاز كيجا كذا الصباح والله لا سي فو نشوف اننا دابا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الحمد لله اليوم نعيش لحظات جميلة في المنطقة الوطنية الأول للصلاة الإلكترونية الذي افترضنا هو تحقيق غاية مشتركة أهداف مشتركة وهي النهوض في القطاع الإعلامي وتتمناو أن هذا الملتقى يكون فرصة تتوج لإصدار توصيات بالمناسبة لا يسعنا إلا أن نشكر على المشاركة في هذا المجلس.